فير بلاي. رجعنا من جديد في فير بلاي اخر جزء من حصتنا اليوم نحكيوا على الشبيبه الرياضيه القيروانيه. اليوم كان فما جديد في الشبيبه مغادره هيئه مديره هيئه مراد القداح هيئه تسييريه تعيين هيئه تسييريه اخرى بقياده فتح العلوين للاشراف على الانتخابات. شنو الفائده شنو الهدف من اللي صار باش ناخذ اكثر تفاصيل من عند السيد مراد القداح. سي مراد اهلا بك. اهلا بيك وهلا بكل مستمعي اذاعتكم. مرحبا بك سي مراد. دونك كنت تعطينا اكثر تفاصيل شنو صار اليوم؟ والله هو اللي صار اليوم هو معناها ممكن هو حل من الحلول اللي تنجم تكون حلول قانونيه. نقول علاش نقول حلول قانونيه؟ خاطر اليوم سبق وان اعلنت على جلسه عامه نهار 4 ابريل وقتها تقدمت حتى قائمه. اعلنت على جلسه عامه نهار 20 جوان وترشحت قائمه وحيده اللي هي قائمة سي بشير الأحمر. من نهار 20 جاء وقتها نفكروا مليح معناها الإجراءات نتاع الحجر الصحي الشامل لولاية القيروان كان معناها كنت بليجي باش نوخر الجلسة العامة. من الوقت اللي أعلنت على تأخير الجلسة للأسباب الوبائية اللي موجودة في القروان حسيت ولا ثم تجيش للشارع الرياضي. كيفاش؟ تجيش معناها دي فاسون دي نوتر وهم مازالوا مكبشين الهيئه هذيا ويحبوا يقعدوا ونساوا العباد اللي انا سبقوا اني قدمت معناها استقالتي في شهر فيفري وقتها ما قعدت جمعه الجمعيه وما تقدم حتى حد وسي مراد العقبي قدم الاستقاله نتاعو ودخلت اطراف واقنعوني باش نكمل معناها رغم انه المرحله كانت صعيبه برشا. نعرفوا بالكدا انه شبيبه وقتها كانت عندها كان زوز نقاط كهو وكانت مهمه شبه مستحيله لكن نحن حاولنا نعملوا اكثر من لازم وعملنا انتدابات بالي اكثر جمعيه عملت انتدابات في الميركاتو هي شبيبه رضي قيروانيه ما وافقناش يا ربي لكن على المستوى الاداري الجمعيه قاعده تقطع على ساقيها المقر الجمعيه موجود قعدنا معنا نخلصوا في الرواتب والاجور نتاع الموظفين نخلصوا في اللاعبين لين كما قلنا جات الهرى 20 جوان 20 جوان موعد الجلسه العامه توخرت بسبب معناها الاوضاع الوبائيه. ونهارتها كيما قلت لك معناها شارت الدنيا وهم مازالوا قاعدين ويستنوا باش تجي فلوس باش يخلصوا رواحهم ونعرفوا البوليميك كيف تكبر اصلا تولي تقلق معناها. حبيت نلقى وقتها بالتنسيق مع القائمه اللي هي معناها مترشحه واللي هي يلزمها في الانتخابات تحصل على 50 زائد 1 معناها هي ما تكونش عندها شرعيه كان جوست بعد الانتخابات. قلنا خويا نحاولوا نلقاو صيغه باش المصلحة الجمعية باش ممكن يتم تعيين مدير رياضي جديد تصير انتدابات نبداو التحضيرات معناها على بكري مالوريزمون ما توافقناش وذاك كان حل من الحلول اللي كنا نجمو نقدمو به لين تصير الانتخابات. مشينا خممنا كنا نعملوا انتخابات وبعد تتعمل الجلسة العامة في إطار معناها الثقة المتبادلة وكل شيء على أساس أنه باش تصير الانتخابات نهار أبريوري 11 جويلية وقت اللي يولي فما حجر موجه في ولاية القيروان. جاء القرار نتاع وزارة الشباب والرياضة بإلغاء جميع الانتخابات جلسات الانتخابية سواء بالنسبة للجمعيات أو الجامعات. كأني أنا صدرت القرار هذا معناها في بلاصة الوزيرة كيف صار تجيش في الشارع ومازالوا قاعدين يديروا بالقانون ما نجمش نعمل جلسة عامة انتخابية وما نتحملش مسؤوليته وحتى حد ماهوش يعطيك ترخيص السنة باش تعمل الجلسة. المطلوب توش تحبوا بالضبط قدم الاستقالة راهوش قدم الاستقالة راهوش نرجعوا للفوضى وراهي القائمة هذه المترشحة راهي ما تنجمش تشد. دي حق نتاع ربي التدخل نتاع حمد خونا حمد المغربي جاء الاقتراح هذايا نتاع انه نبدلوا ما يسالش ما عادش مرغوب فيه مراد القداح كهيئة تسييرية شوفوا شكون اللي نجم يشد هيئة تسييرية ما ينجمش يكون هيئة منتخبة. سي مراد صار عليك برشا ضغوطات وبرشا تليفونات جاوك باش تستقيل. لا والله قل لك حاجة أنا راني بالنسبة لي الاستقالة نتاعي راني حطيتها قلت لك من شهر فيفري راني جي اسكا نخدم فيها من عام 2006 معناها 2006 مراد القداح نحكي معك توا رئيس فرع كرة يد. دونك جمعيتي أنا اليوم وقلت الكلام هذايا طون دو فوا حتى في الميديا قلت راني اليوم بالنسبة لي أنا ما نجمش نقدم الإضافة لجمعيتي أنا راني نخب على البديل. وجات القائمه هذه خاطر فما الكلام في القروان انه القائمه مترشحه هي قاعده تقلب عليكم في الشارع ولا؟ والله اجي نقول لك انا شوف انا في الاخر بكل راي مشكله ساعات كي نرجع للستاتيو نتاعي الاولي انا راني محامي. المحامي او رجل القانون
راني ما نجمش نقول لك قاعدين يقلبوا تتكلم كان باثباتات وحاجات في يدك. انا بالنسبه لي نشوف الفيسبوك مواقع التواصل الاجتماعي مراد القداح قبل 6 شهور كان يلقاو يزوع على العناق ونحي محمد النامي وحط مراد القداح وهو اقدم واحد وعنده خبره وكذا. اليوم بعد 6 شهور نحي مراد القداح وبيه وعليه وكذا. دونك نحن القروان معناها جيني غالمون نعرفوا الجو هذا وانه كل رئيس جهه راه باش كيما نقولوا نحن ياخذ ما مكتب له من ربي معناه من الجمهور. باهي سي مولات قلت لي انت رجل قانون ما تنجمش تحكي على حاجات كيما هكا. خلاص نبدل لك السؤال شنو هي علاقتك بالسيد بشير الاحمر وقائد القائمه الفينه مترشحك؟ شنو هي علاقتك بهم؟ انا علاقتي بهم اكثر من ممتازه. داير سي بشير الاحمر وقتها كان هو رئيس فرع نتاع كره القدم عام اللي طلع في جيسكا من ناسيونال بي للناسيونال ا كنت انا موجود رئيس فرع كره يد. سي عبد الرزاق ترى زاد كيف معناها خدمنا فرد بيريود بون هما اكبر مني ونيسيسيغمون معناها عندهم اكثر او اكثر خبره مني انا في التسيير فهمت معناها ما عندي علاقتي بهم علاقه طيبه وعلاقه احترام وبالعكس معناها. لكن كما قلت لك في وقت من الاوقات تهزت شويه الثقه خاطر في الاخر بكل تسمع مثلا هو الشبيبة الرذيقة قيروانية في 2020 2021 او وما قلت ستة شهور اللي شديت فيها انا البريود هذيا راهي جاتهم ما نعرفش انا جاتهم 400 مليون والله جات 400 مليون برشا فلوس. ما هي الحقيقه انه 400 مليون بالنسبه للجمعيه فيها معناها في الرابطه المحترفه الاولى وعندها معناها ثلاثه فروع بون فرع نتاع الباسكيت قاعد يعمل في الجيستيون اوتونوم نتاعو معناها فيها الفوت وفيها الهوند فهمتني؟ هالي 400 مليون معناها حتى الموطون كي نحكيو عليه يضحك شويه فهمتني؟ انا معناها جي بي جيري معناها جمعيه كيما شبيبه الرياضيه القيروانيه في اسوء الحالات نتاعها ونعرفوا انه الريزلتا كيف معناها حتى المدعمين والمستشارين ما عادش يزيدوا يعاونوك ويقدموا معك مع الوضعيه الاقتصاديه الموجوده معناها جرى فيروس كورونا. دونك في 6 شهور نجم نقول لك اني نجمت نسير معناها جمعيه كيما جمعيه شبيبه الرياضيه القيروانيه الجمعيه الكبيره في حدود 500,000 دينار واللي هو ديما نقول انا معناها مونطون يضحك بارابور معناها المثل ريال اللي عندنا بارابور الانتدابات اللي تعملت بارابور الريتم القوي برشا نتاع الماتشوات 4-1 4-1 واللي ديبلاسمون واللي بيرجمون والوتله والواحد. دونك انا حاولت قدر المستطاع باش نكمل نسير الجمعيه مع العلم انه في الفتره نتاعي انا برشا ديون معناها تم معناها تسويه الوضعيه نتاعها سواء ديون نرجع بيك حتى ل 2017 2018 ديون في 2019 2020 حسيت روحي في وقت من الاوقات اني ما عادش لجنه تسييريه لجنه لتسديد الديون. عادش نجيك للديون يا سي مراد لكن مشديد. اول ما شديت حسيت روحي جيت معناها انا نهار الاول حتى في اللوكال عادش نجيك للديون سي مراد لكن قبل هذايا تو مشيت هيئة السرية جت هيئة السرية جديدة برئاسة وجيه العلويني شنو هي الفائدة وهل قانونية معناها هل جست نكمل السؤال فقط هل قانونية معناها الأمور تصير هكا معناها؟ هي هكا أمور قانونية. إيش معناها أمور قانونية؟ معناها رئيس هيئة السرية قدم استقالته قبل ما يشرف على الانتخابات أوتوماتيكمون اللجنة المستقلة للانتخابات التابعة للجامعة التونسية لكرة القدم تتولى تعيين رئيس لجنة تسييرية بدوره هو بيدو يتولى تسيير الجمعيه والاشراف على الانتخابات اللي لازمها تعمل في ظرف ما يفوتش شهر. دونك هذه الحاجه الوحيده اللي انا طرحت لها اللي نحن توا معناها ما عادش حاشتكم ما عادش تحبوا مراد القداح او خرج مراد القداح لكن لازمك تقعد ديما في الكونتكست هذاك فهمتني؟ واللجنه ولازمنا ما نعملوش كونفيزيون راهو رئيس اللجنه التسييريه الجديد راهو سي فتح العلويني. وجيه العلويني هو عضو من اعضاء الهيئه اي بيان سور فتح اي بيان سور. دونك قانونيا هذا الحل اللي الوحيد اللي نجموا نتبعوه توا على مستوى معناها الامور القانونيه باش ما تصيرش كما قلت لك ما ندخلوش في الفوضى. تقريبا خلصوا برشا ديون سي مولاد من بينهم سي ان اس اس اللي تنازلت تقريبا اغلب الانديه ومنهم الشبيبه كيف سي ان اس اس مبلغ كبير برشا مليار و350 مليون هكا مليار و350 كان مبلغ هذا يظهر ديما في التقارير الماليه نتاع الشبيبه الرياضيه القيروانيه واللي معناها اي واحد يجي باش يقدم باش يسير او باش يترشح مع الرئاسه
يدوخ معناها مليار 350 راهو سي تا مونطون انورم معناها في بالنسبه للجمعيه كيما جمعيه شبيبه هذه قيروانيه اللي الموارد نتاعها تحب ولا تكره معناها تقعد موارد محدوده ومحدوده جدا. مازال جونيور ابارامون مشكلته كبرت شويه فهمته معاه وبعد ابارامون تراجع في كلامه. جونيور كبروها الحكايه ما نقولش كبرت شويه هي هو جونيور وقت اللي كان سي محمد النمني رئيس الجمعيه. كنت انا في اتصال مباشر مع جونيور ومع المانجر نتاعو، تم التفاوض انه بعد ما صدر الحكم الاول اللي هو صدر عام ناوي ماهوش سنه 150 مليون هكا 150 مليون تم الاتفاق معاه على اساس انه المبلغ هذا من 150 مليون يتم الحط منه الى 75000 دينار. تم تسليمه مبلغ 35000 دينار و44000 دينار تم تقسيطهم على اربع معناها كمبيالات اقساط. خذا كان كمبياله واحده. لكن بيلا واحدة اللي هي كانت في شهر جانفي أو في شهر فيفري 2021 في شهر مارس ما تمتش المطالبة بالمبلغ باعتبار أنا ديما في كونتاكت معاهم والمانجر نتاعو وقت اللي أعلنت على الجلسة العامة في 4 أبريل مشى ديريكت عاود صب معناها الشكاية نتاعو وكلمني قال لي راني معناها سي مراد معناها نعتذر منك خاطر عاودت صبيت شكاية اما راني اليوم انت تخرج انا خويا نخاف شكون يجي ياخذ البيزادي نتاعي. دونك مشات الشكاية كيما كيكا ورجع المبلغ بون تنحى منه المونطون الاول اللي تدفع تعناه اللي هو ال 35000 دينار او بلوتو 45000 دينار قعد المبلغ كل في حدود ال 115000 دينار 105 ملايين او 105 ملايين مع الإشارة أنه اللاعب هذا في شهر جوان كان يجي للقريب باش نكملوا توي الوضعية نتاعو اون فوا بور توت ونسكروا الدوسي كيما سكرت معناها خمسة دوسيات نتاع أجانب منهم ثلاثة اللي جاوا في الميركاتو اللي أنا وقتها موجود فيهم اللي هما جوريس ودياكيتي وكوسي واللي معناها كي سكرتهم الملفات هذوما ما تكلفوش على الجمعية أكثر من 15000 دينار وكان معناها خلينا كما نقولوا نحن الامور هكاك بطبيعتها وطفينا الضوء كانت ممكن تولي كارثه معناها على شبيبه هذه قيروانيه خاطر واحد كيما جوريس كان ينجم يتكلف على جيسكا قرابة 150 ولا 200000 دينار وهذه مشكله معناها في الجمعيات الكل براتيكمون اللي هي عدم معناها ما نعرفوش كيفاش نتعاملوا مع اللاعبين الاجانب والملفات نتاعهم مع زوز لاعبين اللي هو بنجامين اللي كان في الفترة نتاع محمد الميمني ولاعب اخر اللي هو سامويل في الفترة نتاع محمد الميمني واللي كيف زاد تم معناها غلق الملفات نتاعهم وتحصلنا على الكيتوس نتاعهم باقل معناها التكاليف. دونك انا مبدئيا خمسة لاعبين اجانب سكرت لهم الملفات نتاعهم هذا اللاعب جونيور اللي هو كما قلت معناها مستعد باش نعاودوا نتفاوضوا خاطر هو متفاهمين انه هو يكمل ياخذ المبلغ نتاعو فقدتوا فيلو بالتعادل نتاعكم ليه به فلوس البلدية 170 مليون علاش ما تثبتش 170 مليون ما بالنسبه للبلديه فين نتصلوا بها تقول لك لا راهو ما عندناش فلوس فهمتني دونك رغم عملنا هكا شويه ضغط مع اعضاء المجلس البلدي واحد كل شيء 170 الف دينار ما تصرف منها حتى مليم فما الولي مشكور معناها بون جيت معناها وقتها في شهر فيفري وقت اول ما خذيت الهيئه التسييريه وبديت معناها كل الانتدابات وكل شيء معناها خذينا مبلغ في حدود 50 الف دينار وفما مبلغ اخر ان شاء الله بحول الله شي تصرف معناها في نعتبروه كانه قصه الاول من منحه الولايه خاطر ولايه القروان تعطي في حدود مبلغ 200000 دينار. دونك فما مبلغ اخر في حدود 30000 دينار ممكن شي يتم صرفه معناها في الايام القليله القادمه. دونك ممكن نقول انا نجم نقول اللي هي الولايه توا فما 50000 دينار فما 30000 دينار ممكن ما نعرفش معناها وقتاش بالضبط وبقيه القسط الثاني اللي هو اون برانسيب يكون مخصص للهيئه الجديده هذه باش هي جديده معناها ديمار السيزون تاعها وتبدا تخدم في حدود 120000 دينار هذه بالنسبه للولايه وبالنسبه للبلديه خاطر الحق هو حتى اليوم جلسه كانت بحضور السيد ولي القيروان واللي هو اشرف معناها بيرسونيلمون على الجلسه هذه تعديت معناها كيف نقولوا نحن في جو باهي ياسر تقدم استقالتك او فما شكون شي بلاصه فما يبارك تفضلوا فهمتني دونك هذه كل شوف راه نحن نخدموا ديما لمصلحه جيسكا ومراد القداح ديما نقول لهم انا راني معناها واحد ما نجمش نحي خشمه من وجهه هذيك جمعيتنا باقي حاجه بركه راهو كل يوم توصل معلومه غالطه للجمهور فهمتني وينجموا يشيطنوك وينجموا يقولوا فيك الكلام الكل لكن انا الحمد لله انا جو سوي تري ساتيسفي على الخدمه اللي خدمتها في ستة شهور هذايا فهمتني الجمعيه امور على الاقل رجع الستاتيو نتاعها
رجعت الإدارة نتاعها تكربيري معنا كما كانت قبل، وهي من أحسن الإدارات الموجودة حتى على مستوى وطني، هي إدارة الشبيبة الرياضية القيروانية. إن شاء الله معناها تصير لا كونتينيتي، إن شاء الله ما نهدوش معناها الشيء اللي بنيته بو في الفترة القصيرة هذه، نبنيو عليه. سي مراد، الإشكال اللي كنت عملتوها في المقابلة الشهيرة بين الشبيبة والاتحاد بن قردان، وين وصلت نتاع حكاية التلاعب؟ لا هي تبعوا فيها قاعدين ولا؟ قاعدين تبعوا فيها، أنا قلت لهم بيرسونيلمون حتى كان شخص من الشبيبة شخص تبع فيها باعتباري معناها أنا كنت قدمت بها الإشكال هذه. فرقة الأبحاث والتفتيش الحرس الوطني في القروان قاعدة متعهدة بها، صارت التسخير براتيكمون كل اليوم نستناو في النتائج نتاعهم. بديت ان شاء الله بحول الله في القريب العاجل تظهر معناها كان ثم معناها تلاعب او شبه التلاعب بالمقابله هذه، ان شاء الله على قريب معناها تظهر. واللي ثم جديد فيها قاعده تبع ونوصلت هي قاعده تو قاعده كما قلت لك معناها ثم التسخير اللي تعملت فهمتني، قاعده على ضوء التسخير هذه باش نكملوا معناها البروسيدور نتاعنا، خاطر التسخير تكون فاصله برشا في خصوص معناها قولوا نحن العلاقات ما بين الاطراف اللي تنجم تكون هي معناها تلعبت بالنتيجه نتاع المقابله، رغم انه هو حتى الجامعه زاد مشكوره حلت بحث ومشينا نحن انا بيرسونيلمون مشيت وتم صناعي معناها من طرف اللجنه معناها اللي توليت معناها الموضوع هذا فهمتني. وديما نقول راه شوف هو اللي صار ممكن في الشبيبه معناها بيان سور ابروفي بعد خاطر مازلنا نحن ما عندناش حاجه كونفيرمي. هذا السرطان يلزم معناها يتم استئصاله معناها من كرة قدم تونسية، وإن شاء الله بحول الله معناها اللي عمل يخلص أكيد. كيف كيف الشكاية بعبد السلام السعداني رئيس السي بي وين وصل؟ هو زاد كيف كيف نتاع دابا نفس الفرقة، نحن إذا بينا نحن كان السيد رئيس نادي البنزرتي معناها يكون له كل احترام يجي خويا يوضح الكلام هذا، خاطر الكلام مسنا برشا نحن سيرتو كمسؤولين. يقول لك نحن نعرفوا وأنتم تعرفوا والتايم يفهم، فما برشا عباد ما تفهمش، فما عباد ديريكت وما تكلم تقول لك انت راك الكلام اللي قالوه هو راه يقصد فيك انت، وراك انت مسؤول على الهزيمه اللي صارت قدام النادي الرياضي البنزرتي، دونك اخويا هناك سو جوستيفي فيما يتعلق معناه بالكلام اللي قالوه. هي في الاخر بكل تقول انا راني شكيت، راهو هذايا راهو كيما نقولوا نحن معناها تبدا قاعد يجوك الفيسبوك الكل على الميسنجر يبعثوا لك الفيديو هذيك وما تحركتوش ما تحركتوش، دونك انتوما زاده كيف كيف امبليكي. نحن بالنسبه لنا حفاظا على حقه هو زاده، نحن نحميه حقه هو الساعه خلي يجي يفسر هو كلامه هذاك شنو يقصد به فهمتني. واذا هو زاده كيف كيف صار بيناته هو وشخص اخر في القروان لهنا كونتاكت خلي لي ديكلار وكا هو معناها حتى اشكاليه فهمتني. بس زاده كيف كيف لا نظلموه الراجل ولا يظلمنا. انا جميل الذي كنت قابلت معاه في عبد السلام السعداني ولا كان كلمته في التليفون ولا اي حاجه، وعلاقتي بنادي رياضه بنزرتي من احسن العلاقات باعتبار انه برشا اعضاء في الهيئه المديره زملائنا محامين فهمتني. معنى انك كجستيفي يقول اخويا راني الكلام هذاك قلت راني ما عندي حتى كونتاكت حتى مسؤول في جي اس كار، هو يبري ذمته ويبري لنا ذمتنا نحن واضح. دونك هذا دون سو كونتكست ثبت زاد شكايه بعبد السلام السعداني، وكاو ان شاء الله نقول انا القادم خير للشبيبه الرياضيه القيروانيه، خاطر راهو كي تبدا الامور الاداريه ماشي ستابل راهو جميل الذي كان تبقى انستابيليتي ونيفو معناها كوره وتيران واحد بكل شيء، خاطر هذا مربوط بهذا. واضح، يعطيك الصحة، شكرا لك سي مراد، حكينا معك في برشا مواضيع كنت وضحتهم لحبائب جي اس كا اكيد، يعطيك الصحة على تدخلك معنا. شكرا. شكرا لك سيد مراد القداح رئيس المستقيل من الهيئة السيرية للشبيبة الرياضية القيروانية، اليوم كان تم تعيين هيئة السيرية جديدة بقيادة فاتح العلويني لقيادة الشبيبة حتى الموعد الجلسة العامة الانتخابية. كان كملوا في البلاي اليوم، شكرا منال السياسي وعليا باشا في الإخراج، أيضا شكرا طاقم مديوني في الإخراج الرقمي، أجمل تحيات إسلام المتبقى.